على مساحة 14 هكتار تمتد غابة عين نفكان، صرح غابي بامتياز قدم للسيد تموري للاستثمار فيه لفائدة العائلات منذ 2018، لكنه بات يواجه عراقيل إدارية حالت دون تحقيق ما كان يطمح إليه. ما قدرتش نكمل المشروع تاعي لأن تلاقيت عدة صعوبات، من بينها الماء هو الاول باش نقدر نسقي الاخر الاشجار التي غرستها وكاع كل شيء. كاين هنا واحد ليبوي راه من قديم الزمان راه مردومين، درنا باش يعطونا ريابيليتاسيون. ثاني كذلك ما قبلنا السكرتير جنرال قال لك اللي قد تشوف مع لا دراك والله مانيش عارف. ايوا وهذا الشيء هو اللي راه مخليني على الروطار الى يومنا هذا. محافظة الغابات أكدت أن المشروع يحكمه عقد وبنود لا بد على المستثمر احترامه، بوضع منشآت خفيفة تتماشى وطبيعة الغابة دون اللجوء إلى منشآت ثقيلة. المستثمر لم يتمكن من الوصول إلى المبتغى والهدف المرجو الذي يحدده دفتر الشروط والعقد الذي تم بينه وبين مديرية أملاك الدولة ومحافظة الغابات والخاص بالمنشآت التي أراد أن يضعها على مستوى الغابة، وهي منشآت ثقيلة ذات طابع بنائي. احتراما لبنود الاتفاقية واحتراما لبنود دفتر الشروط والمرسوم التنفيذي، فإن على المستغل أو المستثمر وضع منشآت خفيفة. طموح كبير للسيد تموري من شأنه توفير نشاطات واسعة للاستجمام لم يبصر النور بعد. يناشد السلطات الولائية للتدخل للاستغلال الأحسن للغابة لفائدة المنطقة وسكانها.